السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. الحين الجزء الخامس زي ما كتبتوا في التعليقات، بيسوي الجزء الخامس الحين سويته. طيب زي ما شفتوا، اذا ما حد شاف الجزء الاول ولا الثاني ولا الثالث يروح يشوفهم. والحين يا اصدقائي يا اقوياء، عند خلي المقطع هذا الى 10 لايك، انتم قدها راح اسوي الجزء السادس. يلا ما نطول بالمقدمة، يلا خلينا زي ما يلا لا تنسوا تسوي لايك واشتراك، تنشر المقطع في كل مكان. ما نطول في المقدمة، يلا خلينا نبدأ مع المقطع. اوكي يا جماعة الخير، الحين حنا يوم ما خلصت الرابع دخلت السادس، يعني شوي تعدلت شوي في الرياضيات، بس الرياضيات لو نجحت فيها، العلوم تقريبا رسبت ونجحت فيها يعني كده ما أعرف. بس يوم جيت الفصل دخلت شفت طلاب وتعرفت عليهم، طلاب جدد يعني طلاب في نصهم راح مدرسة ثانية. يلا وش اسمه، مشيت له وتعلمت وكذا، ويلا وفي مشكلة انه في طالب ما اعرف شو اسمه، هو جا معي في المدرسة وسوينا مطاقة، وش اسمه اخذت في اللغتي والانجليزي، لا مو لغتي، اخذت في شو اسمه ذا، وسويت مطاقة معه، ومطاقة كانت قوية مرة. يعني لو مرة ضربته الله يسامحني ويحديني، ضربته طلع دم من خشمه، قربوا يطردون من المدرسة إلا جاوبني قال طلع كل هذول. وهذا كان الفيديو حقي، لا تنسوا هذا اللي كان الفيديو حقي، ونجحت في كلهم. ولا تنسوا تسووا لايك، وإذا تبغوا الجزء السادس والأخير منه لا تنسوا تسووا لايك واشتراك. ومعكم صالح خالد العلي، أحبكم من كل قلبي، وإلى اللقاء.